هو صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين. الغر يعني أصحاب الغرة، والغرة لغة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، والمعنى أن الله تعالى جعل مزية لهذه الأمة المحمدية أنهم بغسل ما هو زائد على الحد الواجب غسله في الوضوء في الوجه والرجلين تنور لهم هذه المواضع يوم القيامة. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أمته من هذه العلامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، وأيلة هذه مدينة على ساحل بلاد الشام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إلى الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. رواه مسلم. فأمة الإجابة هم الغر المحجلون، وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.